السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. انا ليا 7 شهور مش عارفه اوصل لكم، يعني الحمد لله ان انا وصلت لكم النهارده. نورتينا. الله يخليك يا رب. انا مامتي ماتت من 7 شهور، تمام؟ الله يرحمه. وطبعا انا مدمره نفسيا لان هي ماتت موت فجاه. اول سؤال، هي كانت اخر حاجه اخر اعمالها في الدنيا هي الصيام. بعد ما شاء الصيام، الله. بعد ما فطرت على طول، هي تعبت جدا وجاتها جلطة في القلب، بس هي ما كانتش تعرف ان دي جلطة في القلب. فراحت طبعا، فضلت قاعدة في البيت، كانت خايفة. انا كنت بعيدة عنها، مسافرة طبعا، متجوزة في مكان تاني، فما رضتش تروح. فطبعا الجلطة موتت لها نص القلب، تمام؟ فمن لما راحت طبعا ولغاية ما نزلت ورحت عملت لها، عملنا لها دعامة انا واخواتي والكلام ده، فافتكرت انها هي خلاص كده تمام. فطبعا في الايام دي انا مش طبعا انا كنت في عالم تاني، فما قلت لهاش تيممي ولا صلي يا ماما، لان هي ما كانتش تعرف يعني ايه تيمم. هي سته، واخده 6 ابتدائي بس، بسم الله ما شاء الله، بتصلي سنن وبتصوم اثنين وخميس وبتصوم 13 و14 و15 وبتصوم قيام الليل وبتتابع الشيوخ وبتتعلم منهم، وكانت بتتابعك، وكانت زعلانه عليكي قوي لما جات لك كورونا، وكانت بتتابع الشيخ رمضان. فهل هي كده عليها ذنب؟ يعني في اليومين دول ما صلتش. ثانيا، امي اصلا ربتنا احنا ايتام، احنا كنا صغيرين وربتنا ايتام، وتعبت قوي 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 قوي. يعني هي ربتنا مش لول عينها تقريبا، هي ما استمتعتش بحياتها تماما بسببنا. طب بس، طيب طب بس ما طايتيش. فانا كنت مستعده انها تدخل العمام، ففجاه عضله قلبها وقفت. فانا ما اعرفش انها كانت بتموت، فما لحقتش طبعا انها تنطق الشهاده ولا اي حاجه. بس هي كانت طول عمرها الناس كلها بتشهد لها بالاخلاق العاليه وبتبتها وكل حاجه حلوه، يعني هي عمرها ما اتخانقت مع حد وبتلت الخلق. فهل كده هي اكل عملها الصيام؟ وهل لازم الواحد قبل ما يموت يتشهد عشان تبقى علامه من علامات حسن الخاتمه؟ وهل الموت في الحمام ده حاجة عادية ولا ايه؟ ده أول سؤال. أنا بدعي لأمي طول الوقت، بس أنا طول الوقت بفكر فيها، لأن أنا كنت طول الوقت بتابعها 24 ساعة. انت فين؟ بتعملي ايه؟ أخبارك ايه؟ انت كويسة يا ماما؟ فمن يوم ما ماتت وأنا مش عارفة على حاجة، وأنا بموت يعني. بعدين هي الحمد لله من قبل ما تموت كنت اقول لها يا ماما الحمد لله انت مطمنانه عليكي، متواظبه على صلاه الضحى. في اثناء الغسل كان وشها بيضحك وبشوش، كانها لسه طالعه العمره، لان كانت اسعد لحظات حياتها، يمكن اللحظه الوحيده اللي ساعدت في حياتها انها دخلت ابنها دكتور وانها عملت عمره. والحمد لله احنا الحمد لله كويسين، ده فضل لامي يعني. فهل امي كده؟ انا عايزه اعمل شيخ يطمني على امي، مش عارفه اعمل ايه من غير امي. اهدي اهدي تمام، دي اهدي. اول حاجه. انا في سن العشرينات طبعا، انا دلوقتي 36 سنه، طبعا كان سن العشرينات مختلف، كنا انا وماما متعلقين ببعض، بس علاقتنا كده زي القط والفار، نتخاصم ونتصالح. وهي شهدت لي قبل ما تموت بالكلام ده، ان احنا نتصالح ونتخاصم في نفس الثانيه. هل ربنا هيعاقبني على سن العشرينات ده، مع ان هي ميته وراضي عني؟ هي ميتة وراضية عني، وكان آخر وصيتها أنا. فهل أمي هتتحاسب على اليومين، ولا النوافل اللي كانت بتصليها الكتير دي هتشفع لها؟ لأن هي ما تعرفش حاجة عن التيمم، وأنا عشان كنت ملبوخة مع أمي مش أقول لها تعالي يا ماما صلي، كنا بنخليها تسبح وماسكة السبحة وماتت والسبحة جنبها. بس حاضر، أو ممكن رقم شيخ رمضان لو سمحتي، لو سمحتي، لأن أنا مدمرة نفسيا، لو سمحتي. حاضر حاضر، معلش. ارجعي للكنترول وخدي الرقم، وربنا يصبرك يا رب ويرحمه. والله رقم واحد، إن شاء الله ندعي للست دي وندعي لكل متوفى إن ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين. في اتصال الأستاذة الكريمة فيه مبشرات تطمن على والدتها. أولا ما تقلقيش من مكان الموت، يعني هي ماتت في الحمام ليس مشكلة، لا تخافي من هذا خالص.
وما تجعليش الشيطان يوسوس ليكي في هذا الأمر. رقم اتنين، وهي مريضة مش قادرة تتوضى ولا قادرة تتيمم ولا قادرة تصلي، برضو ما تقلقيش، في مبشرات تطمنك على والدتك. رقم واحد، إنها ربة أيتام، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه اللي رب أيتام وكفل الأيتام هيبقى رفيق سيدنا النبي في الجنة. مش كده وبس، اللي رب أيتام والست اللي قعدت على الأيتام بتربيهم وطلعت ما شاء الله ناس محترمة زي كده، أول واحدة تدخل الجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقاس عليها كل واحدة ست قايمة بالدور، بالدورين في البيت، دور الراجل ودور الست. يقاس على الأيتام يتم القرن 21، راجل رب خلف ورمى ومشي، راح شاف مصلحته وهرب الله أعلم، أو أنه مرض وقعد في البيت فبقت الست شايلة الاثنين، أو أنه أصابه أي شيء. فالست يا جماعة اللي بميت راجل دي اللي بتقوم بالمسؤولية، بتقوم بمسؤولية الراجل والست، ده ليها أجر وثواب كبير لا جدا عند ربنا، أجور عظيمة جدا جدا، كل أولادها بكل الأحفاد في ميزان حسناتها يوم القيامة. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، الست دي بيشهد لها الجيران بحسن الخلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه اللي يشهد له ثلاث بيوت من الجيران وجبت له الجنة. رقم أربعة، إنها كانت صايمة قبل ما تمرض المرض ده، وده من حسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام دخل الجنة. رقم خمسة، ونقول تاني ولا كده كفاية؟ رقم خمسة، تخيلي حضرتك إنه أثناء مرضها، إنه ربنا يعلم إنها لو كانت صحيحة كانت هتصلي، فربنا يديلها الأجر الصلاة كأنها صلت. عندك دليل؟ خد الدليل. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له من الأجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما. اطمني أيتها المتصلة الكريمة على والدتك. لها سؤال تاني نجاوب دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ لا نجاوب. هي بتقول إن هي في أثناء أيام العشرينات كان في يعني بعض المناكفات ما بين الأم والبنت، وممكن يكون كانت مقصرة في حق الأم قليلا، لكن أقول لك حاجتين. الحاجة الأولى إن أنت بتقولي إنها ماتت راضية، كل ده يمسح كل ده، والأم لما بتموت راضية ما فيش حاجة اسمها ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل عملا، ما فيش الكلام ده أصلا، لا قرآن ولا سنة. هنفضل العمر كله ربنا يكرمنا من أجلها. بالضبط، بالعكس، ده أنت لو كان ربنا بيكرمك أثناء ما أمك كانت عايشة بمليون مليون، ربنا هيكرمك بعد ما ماتت راضية بمليارات. ليه؟ لأن أثناء الأم ما كانت عايشة وأنا مطيع لها، ممكن تبقى النهاردة راضية بكرة زعلانة من حاجة حد قال لها كلمة عليا، فده اسمه رضا، لأنه رضا رضا يعقبه زعل، شوية رضا وشوية زعل شوية رضا، وده والدنيا ماشية. إذا ماتت راضية خدت ختم اسمه ختم الرضوان، لأنه الرضا رضا يعقبه سخط، إنما الرضوان رضا ليس بعده سخط. فلما ماتت أمي راضية وأبويا مات راضي، أنا خدت كلمة إيه؟ رضوان، رضوان من الله أكبر، انفتح لي كنز الرضوان. يا جماعة، بر الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد موتهم. كل الخير اللي انت شايفه وأبوك وأمك عايشين ولا يساوي حاجة جنب الخير والسعادة والرحمة وكنوز الرزق إلا تتفتح لك بعد ما مات أبوك وأمك راضيين. نقطة من أول السطر، ما كنتش عارف القيمة قوي وكانت الدنيا واخداني، أقدر أتدارك؟ أقدر. ويتحولوا لو كانوا زعلانين إلى الرضا، بالدعاء لهم. وإيه تاني؟ والصدقة. وإيه كمان؟ والصدقة، حاجات تانية كتير، أعمل لهم عمرة. أيوة كل الحاجات دي الأعمال الصالحة اللي هي بوابها ليهم. الله ينور عليك. يتحولوا من الرضا، من السخط إلى الرضا. نعم، الدعاء والاستغفار والصدقة وعلم ينتفع به وإكرام صديقهم وتنفيذ وصيتهم وحج ولا عمرة. أسأل الله أن ينعم علينا ببر الوالدين. آمين.